أبغى خطوات إني أنا كيف أتهيأ لهذا المستقبل مع الحرص، ولكن برضه ما أقع في مشكلة إني أنا يكون قلق، خلينا نقول نفسي، ويتحول إلى مشكلة. بالضبط صح. الخوف شعور طبيعي، لكن متى يصير غير طبيعي؟ لما يمنعنا من التحرك. الدماغ ريم عنده آلية الخوف من المجهول. أنا أي خطوة جاي عليها وماني عارف إيش فيها حكون خايف منها. أنت زي ما تفضلتي فيه ممكن يكون أسوأ الاحتمالات. طب ليش بس أخذتي أسوأ الاحتمالات؟ عندنا أسوأ الاحتمالات وأفضل الاحتمالات. كيف ممكن أدرب دماغي؟ شفتي لما تروحي مكان لأول مرة، بيت جديد صاحبتك عزمتك عليه، قال لو سمحتي فين التواليت، فين أعلق لبسي، فين أحط الأشياء، فين أحط الجخي. ثاني مرة مباشرة أنت مرتاحة، ففي تمرين رائع، ترفعي راسك 20 درجة وتجلسي تتخيلي نفسك في أسوأ الاحتمالات. تخيلي قدامك شاشة أسوأ احتمال ممكن يصير، عشان دماغك يقول لك لا أنا ما أبغى أوصل لهذه المرحلة. لو ما بدأتي الخطوة حتفشلي، حتخسري وظيفتك، حيصير لك شيء. الشاشة الثانية أمامك، شاشة ثانية هي الخطوة الأولى، إيش جالسة تعملي؟ إيش التدريبات اللي خطيها؟ المكالمات، اتصلتي على أحد؟ الخطوة الثالثة النتيجة الرائعة اللي وصلتيها بعد ما بدأتي هذا المشروع. كيف دماغك لما يشوف النتيجة النهائية حيقول لك واو أبغى أوصل لهذا الخطوة، تعالي نبدأها.